نشرت مؤسسة أنري شبول في سبتمبر 2020 كتاب جديد حول الشرطة البيئية، الواقع، الأفاق والتحديات، من إعداد الأساتذة عصام بن حسن وعفيف حميمي المراكشي. الإطار العام تاع الشرطة البيئية مرتبط خاصة بإطارها القانوني، اللي هو إطار قانوني فيه نوع من التجاذبات، نقولوا احنا على خاطر بدا تطبيقا بطريقة غير مباشرة لقانون 2016 حول المخالفة ترتيب الصحة، ومن بعد صدرت مجلة الجماعات المحلية وكانت أول تكريس تشريعي لمصطلح الشرطة البيئية ووضعتها تحت إشراف رئيس البلدية. لكن العمل متاع الشرطة البيئية ما عرفش التطبيقات، ما عرفش النجاعة الكافية لأسباب عديدة، باعتبار أنه أولاً وسائل العمل متاع الشرطة البيئية ما هوش واضح، عدد الأعوان اللي كونوا بالشرطة البيئية ما هوش واضح، التكوين والتأهيل متاع الشرطة البيئية ما هوش واضح، الإطار هذايا القانوني الغير واضح هو نفسه أثر على طبيعة عمل هذا الجهاز الهام لدى البلديات، وخاصة على نجاعته في عمله اليومي في علاقة بالصحة وفي علاقة بالبيئة. وإحنا شفنا مع أزمة كوفيد اللي أعوان الشرطة البيئية كان ليهم زادة دور كبير في مراقبة احترام تنفيذ البروتوكولات الصحية في التراب البلدي. التشخيص متاع الواقع هذايا ورانا إيجابيات الجهاز، خاطر عنده إيجابيات العديدة بالطبع اللي الكتاب هذية وراها، لكن ورا خاصة الصعوبات، وإحنا انطلقنا من الصعوبات هذية باش نخرجوا باقتراحات، باش نخرجوا بتوصيات إحنا نوجهوها المدخلين أساسيين اللي هما البلدية من ناحية باعتباره الهيكل المشرف على الجهاز هذية، وأيضا وزارة الشؤون المحلية والبيئة باعتبار اللي هي مكلفة بالنص بتأهيل وتكوين وتجهيز الشرطة البيئية. التوصيات زادة تمشي حتى للمشرع باعتبار أنه كان فما تطوير للإطار القانوني المنظم لهذا الجهاز لازم يجي من طرف المشرع، وزادة الجمعيات اللي هي لازمها تولي تتعامل بطريقة أخرى مع الجهاز هذية على خاطرهم يتحدوا في المهمة وهي المحافظة على البيئة ونوعية الحياة. باش نطلعوا وتاخذوا فكرة أكثر على التفاصيل ذات علاقة بالشرطة البيئية، نجموا تشوفوا الكتاب هذايا حول واقع وأفاق وتحديات جهاز الشرطة البيئية في تونس.